احنا داخل يعني داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي وفي الخيمه الانتخابيه وفي مشهد حضاري وعرس لكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي علشان يقربنا من الصوره اكتر. يعني بينضم لي في هذه الاثناء الدكتور سيد حزين وكيل وزاره الشباب والرياضه ورئيس الجهه الاداريه او اللجنه المشرفه على انتخابات النادي الاهلي. دكتور سيد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مشهد وعرس ديمقراطي وحضاري النهارده بنشوفه داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي. طبعا زي ما انت سيادتك دلوقتي شايف المظهر الجمالي والحضاري وفعلا عرس ديمقراطي حقيقي يمكن بتشهده العاصمه في انتخابات الانديه على مستوى يعتبر 3 شهور متتاليه، ويعتبر اليوم دوت الثاني على التوالي بالنسبه لانتخابات النادي الاهلي. واعتقد احنا عندنا النهارده 160 لجنه موجودة على مستوى اللجان كلها الانتخابات على مستوى عدد اللي لهم حق الحضور 181,000. وطبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان لابد ان يكون هناك ادوات احترازية وهناك اجراءات لابد ان تتم. بالفعل احنا تمت خلال الفترة السابقة منذ اكثر من حوالي يمكن شهر واحنا بنستعد لهذا العرس طبقا طبعا للائحة وطبقا للمادة 7 ان لابد ان يكون في دعوة للجمعية العمومية قبلها فترة معينة ثم الاعلان عنها ثم تجهيزات للمكان اللي المفترض يتناسب مع طبيعة اعضائنا المتميزين من اعضاء النادي الاهلي. وكمان في جو زي ما انت سيادتك شايف مليء بالادوات الاحترازيه في مكان مفتوح، مكان النهارده فعلا مسافات متباعده، كل الاجراءات الاحترازيه متواجده ومتوفره لاستقبال كل الاعضاء. نعم يمكن من الصباح الباكر من الساعه 9 فتحنا للتصويت والحمد لله في التزام جميل جدا من الساده الاعضاء المحترمين الافاضل من جمعيه عموميه بالنادي الاهلي. بنشكر مجلس الاداره، بنشكر كل المرشحين بالفعل على الالتزام وعلى كل اللي احنا اتفقنا عليه سواء من بدايه من اول ما تم تجهيز المكان واجتماعنا مع الساده المرشحين واعطينا التوجيهات. والحمد لله النهارده في اشراف كامل من كل المستشارين، كل مستشار على صندوق اللجنه العليا بتشرف. الحمد لله الجهه الاداريه موجوده بصفه مستديمه مع اداره النادي ومع مجلس الاداره ومع كل المرشحين، كلنا واقفين على خطى مساواه ما بين كل الاطراف اللي متواجده. ان شاء الله باذن الله هنقفل باذن الله الساعه 7 ان شاء الله اللي هو طبعا التصويت، هنبدا بعد كده فرز الاصوات. بنتمنى لكل الناس طبعا التوفيق. من الممكن مد الوقت لمده ساعتين طبقا لرؤيه اللجنه ورئيس اللجنه المشرف على الانتخابات. لو لقينا ان في ضغط جامد جدا من الساده اعضاء جمعيه عموميه اعتقد هنمد لمده ساعتين، لان المواضيع مش مستاهله. هنقفل الساعه 7 ان شاء الله باذن الله وبتبدا ان شاء الله نفرز من خلال كل الساده المرشحين وكل الساده اللي هم يعتبر مندوبين للمرشحين. واتفقنا ان كل مندوب او كل مرشح مع 4 مندوبين يبقوا متواجدين للاشراف بكل شفافيه وكل وضوح بالنسبه للعمليه الانتخابيه. بشكر طبعا اداره النادي الدكتور سعد اللي في الفعل بامانه استجابته سريعه جدا لتوجيهات الجهه الاداريه. بصراحه كل الجهات المعنيه داخل المنظومه الرياضيه في نادي الاهلي كلها كانت متعاونه. بنشكر كل الناس الافاضل. طبعا احنا النهارده ان شاء الله باذن الله بنقول ان شاء الله للجمعيه العموميه بالتوفيق باذن الله للناجح وان شاء الله لك للي باذن الله الموفق. دكتور سيد عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. يعني خلال ال3 اشهر الماضيه كان الدور كبير جدا بتقوموا بيه كجهه اداريه للاشراف على معظم الانتخابات الموجوده في القاهره. ايه اللي حضرتك لمسته وشفته مختلف في النادي الاهلي؟ والله احنا شفنا حاجات كتير جدا مختلفه. اولا الاستجابه في كل اللي احنا طالبينه. احنا عندنا المشكله ان احنا المفترض طبقا احنا عندنا طبعا فاهمين ان في عندنا كورونا وعندنا النهارده يعتبر المرحله الرابعه لمرض كورونا، وكانت المشكله كبيره جدا ان احنا لازم ناخد احتياطاتنا وادوات الاحترازيه للموضوع ده. فلما جينا اخترنا المكان الاداره بصراحه استجابت بسرعه. لما جينا النهارده قلنا عدد الصناديق بتاعتنا النهارده لابد تضاعف من المفترض 100 ل 160 صندوق، ما حدش تردد. اشراف قضائي كامل ما حدش تردد. النهارده نبقى موجودين كلنا كاشراف من كل النواحي الاداريه والنواحي الفنيه بالكامل. بامانه كان في ملحوظه يعني فريده من نوعها، المنظر الجمالي اللي انت شفته ان هو تسهيل الدخول وتسهيل الخروج. النهارده في عندنا مخرجين للخروج، عندنا مخرج للدخول. النهارده الحمد لله الدنيا كلها ما شاء الله زي ما انت شايف ما فيش عندنا ادنى مشكله. النهارده الامن حتى بتاع النادي ما شاء الله مسيطر، الاعضاء مستجيبه، فالوضع مختلف كل الخلاف. والحمد لله اعتقد ان زي ما انت شايف كده ما فيش اي نوع من التكتل او الكثافه الكبيره جدا العدديه على الصناديق، بل بالعكس في مرونه الاستجابه السريعه من حتى الاعضاء نفسهم. يعني بشكرك يا دكتور سيد ونتمنى طبعا التوفيق ويوم يعدي بكل خير على كل افراد منظومه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بيكم وباعضاء النادي الاهلي العراق، وان شاء الله يعدي باذن الله. وبنشكر كل الناس اللي موجودين وبنشكر حضرتك وكل الساده المشاهدين. شكرا يا فندم.
زملائي الاعزاء احمد اسامه ومحمد فارس، ده كان لقاءنا مع الدكتور سيد حزين وكيل وزاره الشباب والرياضه ورئيس الجهه الاداريه المشرفه على انتخابات النادي الاهلي.